ما زلنا في الحديث علم الآثار وعلم النقوش للعهد الجديد، ومعنا مشكورا الدكتور مكرم مشرقي، هو باحث وكاتب في هذه الموضوعات. دكتور مكرم هو من الجليل، من الأراضي المقدسة، صديق قديم. وعاوز أسألك أخ مكرم في هاي الفترة عن المخطوطات، وأكثر ذكر للمخطوطات، يعني الشائع اللي بنسمعه ككنيسة مسيحية هي مخطوطات البحر الميت، أو المخطوطات اللي اتكشفت عند قمران عند البحر الميت. تفضل أخ مكرم. طبعا شكرا. مخطوطات قمران من ابتداء من 1947 يكتشف عن طريق الصدفة البحثي اللي احنا بنسميها الترتيب الإلهي، من خلال بعض الشباب الرعاة البدوي اللي كانوا في منطقة شمال غرب البحر الميت. اكتشفوا بعض اللفائف، بعض الوثائق من كتابات، طبعا تناقلتها الأيدي، و شوي شوي بيقدروا يكتشفوا لما بيديو يفكوها يفتحوها، لأنه كانت مجمدة، لأنه كان عمرها أكثر من 2000 سنة، فكانت بحاجة إلى فتح بطريقة علمية مدروسة. لما فتحت وبدأت يعني تفحص وتدرس، وجدوا أنه أكثرها كتابات في اللغة العبرية، بعضها الأرامي وأقل منها باليوناني، كتبت على الرقوق، على ورق البردي، رقوق يعني جلد الحيوانات الطاهرة. و قعدوا يفحصوا، لقوا في 950 جزء من مخطوطة في 11 كهف، وكانوا يعني لما بدوا يفحصوا فيها، طبعا اليوم في لها قسم كامل في متحف إسرائيل اسمه هيكل الكتاب، بيعرضها للجمهور لأنه هي يعني موثوقة جدا، ولكن شافوا فيها أنه فيها كتابات كثيرة من العهد القديم، عمليا كل العهد القديم، لربما عدم وجود يعني قطعة من سفر أستير، إنه كانوا وبالفعل كانوا عندهم نوع من الرزنامة المختلفة، التقويم المختلف عن اليهود، فيظهر إنه ما كانوا يحتفلوا أو ما كانوا يهتموا في عيد البوريم، اللي وبالتالي يمكن ما كانوا يتداولوا سفر أستير بشكل كبير. لكن وجدت كل الأسفار، تفاسير خاصة كان في عندهم بيسموها بشاريم، تفاسير حسب يعني مفهوم هن بأنواع تفسير مختلفة تماما عن كل التفاسير الثانية، تفاسير خاصة. طبعا عندهم كان نصوص دينية ليتورجية، مؤلفات رأوية، يعني احنا يعني بيعتقدوا لحد إسا أنه كل الكتابات هاي اللي وجدت هي تابعة لهاي المجموعة اللي كانت منعزلة واسمها الإسينيين. لكن أكثر وأكثر في ناس عم بتفكر أنه ممكن كمان تكون كمان مكتبة الهيكل نفسها نقلت قبل السنة 70 ميلادية، خوفا من تدمير الرومان للهيكل، وهذا اللي صار سنة 70 ميلادية. فلربما أنه يكون يعني آخرين كمان خبوا الكتابات الدينية في هاي المنطقة. يعني هو الجدير بالذكر أنه الرومان طبعا دمروا أورشليم في سنة 70 ميلادي، ودمروا الهيكل، وكثير من الغيورين اللي هربوا لمنطقة البحر الميت، واضطروا هذه الجماعة، جماعة الإسينيين اللي كانوا بسموهن ياخد اللي هي الوحدة، فكان عندهم ممارسات معينة لدخول هذه المجموعة، كانوا بيمارسوا الغسلات الطقسية والتطهير طبعا اللي بسموها المكفي، وأيضا احنا مديونين لهم بالكتابات بالنصوص والمخطوطات. ولكن مثل ما ذكر أخوي مكرم، في كتير كتابات، منها كتابات عن أبناء النور وأبناء الظلمة، الحرب الأخيرة، واحدة من أهم
المخطوطات اللي اكتشفت في اللغة العبرية القديمة، السفر اللاويين كامل وسفر أيوب في الأرامي، وطبعا نصوص الهيكل أو تنظيم يعني كل هذه المعلومات عن الهيكل اكتشفوها في نفس المغارة. ولكن احنا بالنسبة لنا كمسيحيين نهتم كتير لأن هاي المخطوطات مثل مخطوطة إشعياء مهمة جدا، لأنه إشعياء هجم بشكل شرس مثل ما ذكرنا من المنتقدين.